بزاف الناس كيسولوني خالد منين شريتي الكرسي منين شريتي حم حاجه بي سي منين شريتي اي حاجه هنايا. المهم الناس انا حقيقه بزاف كنستعمل السيت ديال امازون كما كتعرف السيت امازون راه ما كيجيبش للمغرب انا بالنسبه لي ساكن فرنسا كيجيب لفرنسا مازال ما كيجيبش للمغرب بشكل حل كاين واحد السيت الدراري اللي هو هذا كدير فيه واحد الادريس وهو كي داك مثلا شريتي من امازون غادي يجيك للمغرب ديريكت هو كتمشي ليه وكتمشي ليه كتمشي ليه الشوب ديالك ومن بعد هما كيصيفطوا لك يعني واحد السيت زوين بزاف اللي كان انا فكره زوينه بزاف في هذا السيت هذا انها كتشري واحد الادريس يعني كتكون واحد الادريس مهمه تقدر تجيب لك وسيت حقه موثق راه بزاف اليوتيوب دار الاعلان باللغه العربيه وتقرا هذا السيت بزاف يعني السيت واعر بزاف هذا كما كتشوفوا سهوله التسجيل يعني فيه مدخرات لا تصدق يعني ورخيص رخيص بالنسبه لك مثلا شريت شي برودوي من امازون كتصيفطو لهم هما كيصيفطو لك وكيوصلك يعني وما كيتعطلش بزاف كيدوز حوالي شهر يعني راه عوض ما تشري من اي سيت ديال اليابان ولا شي سيت شينوا كيديروا تيدو شهر حسن تشري من هذا وتشري من امازون وتصيفط على هذا وكذا وعندك الحق تخلص عليه بدي اش ال واي خدمات كيدعم تحت لا بتلتاس تلقاه كيدعم يعني باي بال فيزا ماستر كارد كلشي كيخدم مع دي اش ال داك يو بي اس وبزاف ديال الخدمات اللي كيتخدموا في المغرب فهو هذا سيت الدراري دخلوا شوفوا اللي كيخدم مع المواقع مع ايباي بزاف ديال السيت هنايا كما كتشوف امازون ايباي المهم بزاف الدو زارا بزاف ديال المواقع يعني بارتنر معاهم فهو هذا سيت الدراري دخلوا قراو عليه وشوفوا السلام عليكم الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وخير الدراري جوسبيكو فيزل بيان مرحبا بكم في رياكشن جديد الدراري رياكشن اليوم ان شاء الله غادي نديروا الباس الثانيه ديال رياكشن اللي كنا درنا ديال البرانك ديال هالوين الدراري كان فيديو عجبكم الحمد لله الفيديو ضرب واحد 1000 لايك هذا الفيديو حتى هو 2200 لايك اللي ضرب شكرا لكم الدراري وثانك يو على الدعم ديالكم الدراري المهم فيديو اليوم غادي نديروا البارت الثانيه ديال البرانك طلبتوه بزاف قال لي خالد حاول تزيد البارت الثانيه يعني ما كنبغيش نجيب دي برانك يكونوا يعني كنقلب في يوتيوب كنشوف شي فيديوهات يعني اللي جايبين لي في مزيان تيكونوا يعني هما التوب في يوتيوب فحاول نجيب لكم واحد اخرين الدراري اللي جايبين مليون ديال لي في هادو التوب يعني كاري سكاري هالوين برانك يعني واحد لي برانك واعرين بزاف الدراري المهم قبل ما نبداو الدراري واحد بين قوسين واحد ديديكاس بغيت ندوزو خاص ديديكاس لواحد بنت عمي بنت خالي ولا بنت عمي خبركم انا كنت في بعدا المهم ديديكاس ليها من هاد المنبر الدراري درت واحد الفيديو انا نوري لكم تشوفوه يعني هي الحق نعاود لكم باختصار هي مريضه كدير دياليز ما كيعرفش دياليز هو بلاند فاش ما كيكونش عنده الكلاوي كيدير تصفيه الدم كيكونوا واحد الكلاوي هما اللي كيصفيو الكلاوي هما اللي كيصفيو الدم ما كيلقاوش اللي يصفي لهم الدم فهمتي هي كدير واحد لابارايت كتمشي للسبيطار ثلاثه خطرات في السيمانه وكدير دياليز وكتصفي الدم يعني صعيب الحال ولا شوف اي واحد عنده صحته دابا والله الا غير يقول الحمد لله والحمد لله ويشكروا حيت بصحته لان كيقول واحد المثل سالم جرب لا تسال الطبيب يعني فاش كتكونش مريض فهي كدير الدياليز ذو عيات الحقيقه ودات واحد الفيديو قالت لك ان بغات الناس يشكروها ويدعموها ويقول حنا معاك غير صبري وكذا ما بغاتش يدعم ما ديش واحد يجي يقول لك خالد درتي لهاد الفيديو باش تقول عاونها بفلوس ولا هي ما بغاتش تدعم الحمد لله مسهل عليها الله ومسهل عليها الاهل ديالها والعم ديال العموم ديالي ودي ديكاس بيك اب للعائله ما دبين بها هي بغات غير تدعم الدراري انا نقول انا الدعم اللي غنقدر ندير لها هو انكم بغيتكم الدراري كاملين كاع كاع العشره اللي كيتفرجوا كيبغيو كي جيمينغ ولا خالد ولا اي حاجه دخلوا ها هي الشين ديالها ولا الفيديو ديالها دخلوا وكتبوا دعوا معها قول الله يشافيك اختي سناء الله يديرك المهم ديروا اللي بغيتوا كومونتير شي كومونتير يكون زوين باش دعموها وتحسوا بان مازال عندها امل في الحياه يعني تو عندها امل في الحياه وانا كنقول لك هذا المنبر اختي سناء غير صبري راه شوف ابتلاء من عند الله ما عندك كما ديري يعني هذه الحياه راه ما كاينش شي حاجه سهله في الحياه بغيتكم الدراري تدخلوا كاملين وتكتبوا لها الله يشافيك غير صبري المهم داك تدخلوا تفرجوا في الفيديو ها هو الفيديو ديال الدراري دخلوا وتفرجوا فيه وشوفوه كاملين انا كومونتيت لهنا قلت لها غير صبري اختي انا وكذا فانا بغيت ندير لها هذا الكادو هذا ولا هذه الهديه من عندي من الشين ديالي كنقول لك بيك اب وبيك اب العائله كامله فدخلوا الدراري كومونتي ولا شي كومونت زوين قول احنا معاك صبري ما عندي هذه الحياه المهم حفزوا حكي حتى التعليقات راه كيحفزوا انا التعليقات كيحفزوني الشين ديالي كيخلوني انني نزيد نعطي فيديوهات جداد ندير اي حاجه جديده فحتى انتم الدراري دخلوا حفزوها ودعموها قولوا لها صبري ديري مثلا ما تخافيش عطوها تحفزوها بالتعليقات اللي كيبغي خالد يدخل دابا ها هي نلقى في الديسكريبشن لتحت دخلوا كومونتي الدراري بيك اب الدراري ليكم كاملين غادي نحاولوا ننتقلوا الدراري دابا للفيديو نشوفوا الرياكسيون ديال ليفاين اللي كاين معنا حقا الفيديو ما طولش بزاف فيه 5 دقائق فيه 5 دقائق و فوالا طوب دي سكاري يعني سكاري لي برانك اللي داروا في هالوين وات هذا الشيء كيديرهم ديك اللعبه ديال ريزت ايفل فاش كيخرج ليهم من الكرشو هاد والله الا هذيك اللي كيديرهم وات ما عرفتش داكشي كيخرج عرفتي كيدير لك شو شيدو هادي دابا المشكل تا قنا داير الدم في المرتبة التاسعة الدراري هادي كدوش ناري زبطاكها ما خلقتها امها وات
بعد واحد الملاحظه الدراري كنفكر دابا مثلا هذا اللي كيدير البرانك بداك المنشار دعوال تخيل دابا مثلا هي زيت يديها والله تيقطع على اليد برب ما يرحم هذاك المنشار كاين شي واحد راه كيدير دي برانك كيزدقوا في مشاكل فاش دير برانك يرد البال وصافي وات في المرتبه السابعه الدراري دير هذا ديجا شفتوه في الفيسبوك هذا الفيديو دابا هذا تقنوا هذا البروش هذا البروش راه مصاوب بواحد الماكينه متقون وات بزاف اتش ناري واش الكلاب خافوا منه ديرهم ديك اللعبه ديال هكا في المرتبه السته الدراري شوفوا علق علا شو شو ضرب هذاك هاي تشيل برادل دون نوتن ات يو نو يو مستر لا قدام تاع الرجله داك تاع الرجله في هذا الوقت هذا وعلى هذا تقنا كي دار سبحان الله مش نوقع الدراري صبروا صبروا هذا خصنا نوريك اخطر برانك تعجبني انا هو ديال الدخون هذا اللي كيكون داير الماسك ديال لوكلون كيتبعك بالمنشار هذا هو البرانك اللي يطيح لك الكلاوي في الرجلين تخيل دابا متابعك واحد بالمنشار صاحبي راه بزاف كيدير ديك هرب ترمي الشكاره ترمي كلشي ناري مطرقه وات راه داير شي دلاحه تما ولا شي حاجه وات تا هذا البرانك واعر بزاف هذا ديال وات انا تخلعت بلاصتو جيبي لي بنت زعما فهمتو القوالب كيفاه هكدا تسنى هنا دابا قادوك اللي كيوصلوا الطلبات وداكشي دابا بحال البيت المسكون نير برانك واعر هذا وات شاتشي واخا هذا شي قطه هذاك يدير لي بحال العقربه زعما ويلي كيخاف من العقارب راه بزاف هذا وات هذا هو البرانك الواعر كاع وات كيدير اللي وتقول مقطوع النيف ووو على برانك كيدير هادو هما لي برانك الوحيد هذاك بزاف كما شفت الدراري هادو هما 10 لي برانك اللي كانوا معنا يعني 10 اللي دوزوها توب سكاريك هالوين قالني توب توب اللي فيهم وهذاك الاخراني ما قبل ما والثالث هذوك هما اللي واعرين الدراري بزاف الحق انهم كي هاتي باش تشوف واحد كيقزر في واحد في المنشار اصاحبي ودابا المشكل ماشي كيقزروا داك الديكوراج وداك المكياج وداك الشيء اللي دايرين يعني فيه كيبان لك ديال بصح تشوفوا مع الخلاوه راه ما طرتش البال فهذا هو الفيديو اللي كان معنا اليوم الدراري نتمنى لكم يكون الفيديو اليوم تسنى واحد الفيديو ان شاء الله جاي اخر انا والدراري واحد الفيديو ديال الاخر ديال هيومن فال ذاك الجيم ديال المهم واحد ديال الانمي صغار كيلعبوا بهم تسنى الفيديو جاي في طريق ان شاء الله ما تنساوش الدراري لايك سبسكرايب وما تنساوش كما قلت لكم الدراري اللين ديال الفيديو ديال السنه تلقاوه تحت تدعموا الدراري ديروا تحفيز بغيتكم غير تعليق تحفيزي راه كيحفز الدراري فنقول تهلاو نتلاقاو في الاخر ان شاء الله راكم عزاز كان معكم كي جيمين